السلام عليكم متتبعي قناة سمايليو. كيف العادة خرجنا الشوارع المغربية، وهذه المرة خرجنا المدينة اللي مع الدخلة. أمرحبا معلم، أمرحبا زارتنا البركة. إيوا غادي نديرو شي مقلب يكون ناضي هنايا الكبرى. و هاك شفت الكبرى كيفاش؟ أخويا شوف هذا حنا جبو سكة. بعد مني ليه، هذا راه القرد، هذا راه القرد. المهم بقاو معنا حتى الآخر ديال الفيديو وديما سمايليو. وزايا حنا واش هنايا. وعليكم السلام. اسم كريم عبد الله. شحال عمرك؟ 23. جوج؟ لا. السلام عليكم. السلام عليكم. اسم الكريم مروان. شحال عمرك؟ 26. مجوج؟ لا باقي. باقي الله يرزقك شي مرا صالحه وليدات صالحين. دابا غادي نبداو بالسؤال الاول وغادي تجاوبني انت الاول. غنبدا بك، غادي تقول لنا اكبر مدينه في دوله الجزائر الشقيقه، اكبر مدينه شنو سميتها؟ اكبر مدينه اكبر مدينه غوج لافيجن. خويا اكبر مدينه في دوله الجزائر الشقيقه شنو سميتها؟ اكبر مدينه عندنا. اكبر مدينه في الجزائر. الجزائر مدينه الجزائر. مدينه الجزائر. الجزائر. الجواب عندك صحيح. برا غادي نعطيك 20 درهم. شد 20 درهم لا توريك القانون ديال اللعبه ديال الدير. جبد بيضه هنا، جبد بيضه هنا، خلي 20 درهم في يدك، خلي 20 درهم في يدك. سرب هاك دابا شدها عندك، خليها 20 درهم. دابا انت ربحتي هذا، الا بغيت الا بغى يسمح لك تديها، بغى يتعرض لك غيتعرض. هيا خذ 20 درهم ولكن بشرط تهرس لي بيضه على راسو. دابا تفهمت وياه شنو ديروا؟ اش بان لك اخويا؟ الله يرحم الوالدين. انت باينه فيك الله يعمرها دار. نجي معاك واحد الحاجه زوين تسمى. شنو هي؟ 20 درهم. والبيضه؟ ما نضربها على حتى واحد. لا ما نضربها على لا ولا انت نضربك البيضه. لا لا ضربتي البيضه غيدي الفلوس هو. ضرب شنو البيضه؟ ندير الفلوس كامله هاك اخويا. راه كطق الراس. لا تبعدوا مني انا. بشوي 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 حدك. اجي هنا اجي هنا زيد. اي بشوي اي بشوي. عطيه الفلوس بيضه. غضرب له البيضه على راسو. عطيه الفلوس. لا هادشي شد ما شطركش يا خويا. زيد عندي لنا، زيد عندي لنا، زيد عندي لنا، زيد عندي لنا. انت كنحس بالدوخه صح؟ ها كنحس بالدوخه صح. دوخك. شوف دابا غادي نسولك السؤال الثاني وتركز معايا مزيان. شنو هو الحيوان اللي ما كيصدر حتى شي صوت؟ ما عرفتش. جاوب ربما تجيب شي حاجه صحيحه. حيوان كيصدر بابوشو. شنو هو خويا الحيوان اللي ما كيصدر منه حتى شي صوت؟ غزال. بلاش بلاش. لا الزرافه. مأكد. الزرافة. مأكد مزيان. الزرافة. خويا الجواب عندك صحيح. كتفوز معنا ب 50 درهم. ديرها هذه في جيبك. لا بلاتي خليها في يدك هذيك. ايوا خليها غديرها في جيبك. اش بان لك مشيها ثاني؟ هاك. سولو شنو بغا؟ بيتيها؟ نطلبك. ولا نضرب؟ نطلبك. ضربها بشوية. بشوية؟ ضربها بشوية. لا. بيتيها الفريال. ضربها بشوية. وبيتي 50 درهم. يلاه رجع الله. لا لا شوف. شوف ها بشوية ها بشوية. ها بشوية. قد راسك. ها بشوية. قد راسك. خويا الفلوس شبعت شاطاك الله. زيد عندي لنا زيد 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 لنا زيد. دابا غادي نسولكم السؤال الثالث اللي فيه 200 درهم. ركز مزيان باش تربح 200 درهم. دولة اليمن. اليمن. دولة اليمن العاصمة دولة اليمن اشنا هي؟ العاصمة ديالها. غوجلا فيجو. غوجلا فيجو. أكد. غوجلا فيجو. عاصمة دولة اليمن شنو هي؟ صنعاء. صنعاء. دابا انت اللي مبروك عليك ربحتي 200 درهم. بلاتي شوف بلاتي 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 نكمل لك. وين نكمل لك؟ انا نعطيك بلاتي والله تنقيرك. خل نكمل خل نكمل والله تنقير بلاتي خل نكمل والله تنقير بلاتي خل نهضر خل نشرح لك بعدا خل نشرح لك بعدا خل نشرح لك بعدا شنو كاين خل نشرح لك شرح وقف نشرح لك بعدا. دابا هو ربح 200 درهم ياك. لا عطيه تنشرح لك شرح بعدا. لا عطيه باش نكمل. اشرح بعدا وغادي نعطيك. لا نكمل القانون الله يجازيك. اشرح اشرح. يعني تنتسمك. عطيه 200 درهم ونكمل لك. 70 درهم. وغير عطيه غنكمل لك. 70 درهم. عطيه 200 درهم نكمل لك. 70 درهم. عطيه 200 درهم. يا ودي عطيه 200 درهم نكملوا اسامي. شارك انت. نشوف. اسمعني اسمعني. دابا هو ربح. دابا انت عندك حق دير التعرض. قول لي قول لي. عاونتك بجوج مرات. بلاتي خلينا نشرح له. بلاتي بلاتي. خلينا نشرح لك. دابا انت عندك حق التعرض بشرط يضربك بجوج بيضات وتدي 200 درهم. تفهم انت وياه. هنا عندي راجل طويل. هي التليفون شد لي اخويا هذا عفاك. وصاحبي غادي تضرب على بيضه على 200 درهم اصاحبي. هاني تضرب البيضه على 200 درهم. هاني نضرب مع اصاحبي. راه بغيتي تعطيني ديك 70 درهم انت هي.
لا لا راه عندك 70 درهم. لا لا راه اضرب ثلاثه البيضات. لا 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 هاني خلينا 200 درهم الله يرحم لك الوالدين. راه عندك 70 درهم انت. صافي 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 يلا زيد راه اخرى. الله يرحم لك. ضربت يا كمل. الله يعاون اخويا. عندك اخويا. اللي واش مسموع دوز معنا؟ ماشي مشكل اخويا. دوز معنا في القناه ماشي مشكل صافي. تضربتي في البيضه واحد القناه سميتها سمايليو كنديروا داك الشيء ديال الفيديوهات وداك الشيء. والفيديوهات اللي كنديروا ديال المقالب. هذا غير مقلب هذا صاحبي. واش باغي تجي انت؟ سيري هذيك ديرها. شكرا اخويا. شنو هي؟ ما هانيه ماشي مشكل. لا هذه ديالك ديال سبتيها صاحبي ربحتيها. هذا الراس سير غسل. يا راس نعطيكم هذا 4000. لا لا سير غسل. بارك الله عليك. الله يسر. الله يخليك. غادي نبداو على بركه الله وغنتعرفوا على المشاركين ونتعرفوا على المشارك الاول. السلام عليكم سيدي. السلام. شنو سميتك سيدي؟ سميتي زكريا. شحال عمرك؟ 27 سنه. مزوج؟ قريب. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام. اسم الكريم يا سيدي. خالد. شحال عمرك؟ 26. مجوج؟ مجوج. الله يبارك. غادي تشاركوا معنا في هذه المسابقه هذه وغادي نبدا لكم السؤال الاول ومن بعد غنوريكم قانون اللعبه. متفقين؟ غادي نسولك انتيا السؤال الاول وغادي نقول لك شنو هو الطائر اللي عنده اكبر بيضه في العالم. طائر اكبر بيضه في العالم. نعم. نعم نعم خويا السؤال تنتا موجه ليك. شنو هو الطائر اللي عنده اكبر بيضه في العالم؟ الطائر اللي عنده اكبر بيضه في العالم سيتي سميتو سبي ما عرفتيش. الفكرون. فكرون. خويا انت اللي عندك الجواب صحيح. هذا عنده الجواب خطا. دابا كتفوز معنا ب 20 درهم هي مصرفه وكتفوز معنا هذه البيضه هذه. ولكن هذا السيد هذا عنده حق يبغى يتعرض لك ديك 20 درهم وياخذها بشرط. ما هو؟ هو تهرس عليه البيضه على راسه ويديها الا بغى. تعرض لها سيدي ولا تعطيه يدي فلوسه؟ 20 درهم اصاحبي. عطينا 20 درهم. عندك 20 درهم؟ عندك حق باغي دير التعرض خويا. ماشي تعرض ضرب لي البيضه عطينا 20 درهم الله يرحمها. 20 درهم تبعنا عليها صاحبنا. الله يرحم لك الوالدين. وليدنا والديك 20 درهم الصباح. 20 درهم عاونتك انا راني اللي عاونتك اصاحبي. قلت لك انا عاوني. ولا عاونتك. درت معك انا؟ لا ما درتيش معايا. انت ديما تتكون هنا. دور سيدي دور سيدي شويه هكا. لا مره ديما تتكون هنا. لا مره كنتكون دايز. تتكون المره الجايه ونعطيها عليك. الله يرحم لك الوالدين. والدينا ما والديك. خويا شوف الا بغى هو 20 درهم غتهرس له البيضه على راسه وتدي 20 درهم. باش نهرس عليه البيضه. غيدي 20 درهم بلا ما تاع. الله يرحم لك الوالدين. الا بغى يتعرض هو. 20 درهم هكا بيضه انت مزيانه. الله يحفظك اخلان. لا يخودها حتى هي. اخلان. ما تهرسهاش له؟ لا الله يسهل يسهل يخود هذيك 20 درهم. الله يحفظك. هاني يا صاحبي. شي حاجه اخرى؟ الله يسهل عليك. دابا عندنا السؤال الثاني. السؤال الثاني تيقول شنو هو الكائن المخلوق البحري اللي ما عندوش الهيكل العظمي؟ المخلوق البحري اللي ما عندوش الهيكل العظمي. قنديل. قنديل البحر. قنديل البحر. قنديل؟ قنديل ياش؟ البحر. قنديل البحر. خويا الجواب ديالك انت. كروفيت. ها؟ كروفيت. خويا انت عندك الجواب صحيح وهذا عنده جواب خطا. كتفوز معنا ب 50 درهم. كتفوز معنا بالبيضه. الا بغى يدير التعرض كتهرس على البيضه وياخذ 50 درهم. شوف له. ها؟ هرس. شنو هرس؟ البيض. ها؟ هرس البيض. انت وياه بغى يسمح لك ولا ما بغاش عنده حق؟ عطيناك 20 درهم قلت لنا 53. شوف عاونتك هرس البيض. عطيناك 20 و 50 واخا ما جاتش. شوف. اش نشوف؟ شوف هرس البيض. سير. سير. راه هرست عليه البيضه غيدي 50 درهم. انت ولد الخير اصاحبي. انت اللي ولد الخير عطيتي 20 درهم الصباح اصاحبي. عندك 50 درهم. هاكا 50 درهم. مزيانه؟ كيف الصوله معكم؟ انا وريتك اصاحبي ودار لي البيضه. مزيانه؟ صافي صافي خليها خليها ما تمسحش اسيدي ما تمسحش خليه زيد كمل من. لا لا زيد زيد عندي لهنا زيد عندي لهنا زيد عندي لهنا. شوف انا غادي نسولكم دابا السؤال الاخر. ايه. واللي فيه 200 درهم. وركزوا معنا مزيان. اسرع مخلوق بحري. اسرع مخلوق بحري. سردين سردين. اسرع مخلوق بحري. سردين. سردين. اسرع مخلوق بحري. سمكة التونة. هو الجواب عندك انت صحيح انت الجواب عندك خطا. بلاتي 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 شد اخويا 200 درهم. لا سؤال فيه 200 درهم بلاتي. انت دابا عندك حق تعرض. في نفس كنسولك دابا 200 درهم. فيها بيضه وحده. شوف
فيها جوج بيضات ديروا جوج بيضات هاك ولا 200 درهم خصك تقول شوف دابا هو ربح 200 درهم شوف شوف ولد الخير ما يتعرضش بغيتي تسمح بغيتي تسمح له فيها الله يسامح يديها الله يتيسح انا ما بغيتي بغيتي دير له التعرض هرس لك البيضه على راسك هرست هذوك جوج بيضات 200 درهم لا والله الا هرسها صح شوف تيهرس هذيك البيضه الشريفه والله الا يهرسو الله يرحم لك الوالدين فين هما الوالدين في بلاصه يا صاحبي فين غادي فين غادي ياك في بلاصه تدي 200 و200 في 50 في 40 تبدي كل شيء شوف ضربتيني البيضة تستغفر الله اللي خلقك حط البيض ضرب البيض ضرب البيض على راسنا عطينا ال 200 لا ما لا ما نضربك والله تضرب بيه والله ما نضربك لا تضرب بيه والله ما نضربك والله لا تضرب يا والله ما تضرب يا والله لا تضرب يا والله لا ضربتش استغفر الله يا والله لا ضربتك استغفر والله ما نضربك استغفر الله يدخل وقعد لعبه توقعد لعبه يا الله ما نضرب والله اضرب شي راسك اضرب شي راسك صاحبي والله تبارك اضرب شي راسك ولكن ضربتي راسك اخويا ولا ضربت راسك لا ضربت راسك صاحبي ضرب هذيك انا ما نضربكش او تضرب انا شوف شوف انا ما نضربكش انا اليوم ما نضربكش هذا يضرب اصاحبي نضرب استغفر الله هذا تجي 70 درهم اصاحبي تجي 200 درهم الصباح هذه تجي هو عنده حق الصباح حق ضرب ضرب الحبس ضرب لي اصاحبي اضرب شنو ديك ال 200 شير يضرب الصباح هذا يضرب 100 درهم شوف شوف خويا من حقه ضرب ضرب شنو يسير انا راه خوت ضرب هذا براسو وازيد ضرب هذيك ضرب 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 صافي راني ديك ال 100 هذيك ال 200 صاحبي انا ال 200 درهم حنا خصنا الصبر صافي اخويا صافي عمق من الصبر صاحبي قلت لك صاحبي جوعت انت شنو صاحبي انا اللي ندير لك غير مقلبه صاحبي تبارك الله شاركتي تبارك الله علاش شغل بهاد اللعبه شاركتي انا صاحبي انت شاركتي اسمع لي يا اخويا علاش شاركتي معنا انا صاحبي انت يريح يا صاحبي وانا شاركتي معاك غادي غادي تجي معاك اجي يا صاحبي غادي غادي تجي معاك انت اجي انا صاحبي لا الديه ديالك هادي ربحتيها هادي ربحتيها شوف واش مسموع دوز معنا دوز معاك اخويا انا مرحبا هانيه زوا ادرى صاحبي ادرى صاحبي ان شاء الله ديما تكونوا هنا مسامع خويا لبسنا لك حوايج اخويا هاني 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 والله الا هاني سير الله يخليك هاني